بس جت في لحظه يموت. ماشي، بس جت في لحظه بصينا لقينا رجليهم ثبتت على الارض. تعب يا كابتن حرام. ما هو ده الخوف بقى يعني. بس الحمد لله انها ما خدتش 3 دقايق. الحمد لله ما استمرتش كتير. ما استمرتش معاهم كتير، وفقوا نفسهم وخلاص هنفوز. طيب معانا عبر الهاتف كابتن الفريق مي هشام. اهلا يا مي والف مبروك. كابتن هيثم الله يبارك فيك، ربنا يخليك، وطبعا برحب كابتن نجلاء وكابتن اميمه. مي على فكره النهارده مستواكم الطبيعي. احنا ذاكرنا بس الفرقه واتفرجنا عليها مرتين وهم بيلعبوا، وعملنا تحليل احصائي يعني كابتن محمد سليمان في الولاد ساعدنا في الموضوع ده، ولحد الساعه 12 بالليل واحنا بنتفرج عليهم، كل واحد قبل ما ينام مركز هيعمل ايه، كل واحد ليه دور، وخاصه كان عندنا لعيبه مهمه هي اللي كانت بتخلص، يمكن انا كنت بدافع عليها، كنت طالعه معاها مان مفصوله عن الملعب خالص، الحمد لله توفقنا ان احنا نوقفها ويعني ونشل حركتهم جميعا يعني. طيب يعني النهارده خلينا نقول ان انتوا اديتوا اداء رجولي في الدفاع، بالذات يا مي انتوا النهارده كنتوا غير طبيعيين. يعني ده نتيجه ايه؟ نتيجه روح ولا نتيجه قارين الفرقه؟ يعني نتيجه ايه؟ نتيجه تعب سنتين، مش هقول لك اكتر من كده، احنا كان صعب علينا ان احنا نطلع من البطوله ونبقى تاسع، واحنا شقينا سنتين مستنيين اللحظه دي. احنا قصرنا اول فرصتين لينا في اول ماتشين ضاع مننا، فاحنا كنا محبطين جدا، فكان الماتش ده بالنسبه لنا حياه او موت على الاقل عشان نرجع جوه البطوله، ما نبقاش يعني بنلبس شنطنا دلوقتي. انا اختلف معاك يا مي، انتوا ما قصرتوش الماتشين الاولانيين او الثلاث ماتشات، انتوا ما قصرتوش بالعكس. لا انا اختلف، انا اختلف معاكي، انتوا كنتوا سوبر، حته قله خبره دي مش بتاعتكم، ولكن انتوا كنتوا سوبر الثلاث ماتشات، والنهارده ده مستوى فريق كره اليد سيدات في النادي الاهلي، النهارده هو ده المستوى الحقيقي. احنا بنحاول بس يا كوتش نقول ان احنا ابطال مصر، واحنا فعلا بنرفع يعني اسم مصر. النتيجه ما كانتش في ايدينا خالص، بس بنحاول نأدي عشان على الاقل نقول ان احنا موجودين، لان زي ما انت عارف يا كوتش كان في ضغط كمان من الجماهير وكده، فده كان مؤثر علينا بشكل سلبي رهيب كلنا، حتى يعني الجهاز وكده، كنا ما حدش قادر يضحك، ما حدش قادر ياكل، كنا محبطين جدا، فالحمد لله ترجمنا ده النهارده في الملعب بشويه تركيز وشويه عزيمه من جوه، ده فرق معانا كتير قوي. طب مي شايفه مباراه بكره ازاي يا مي؟ مباراه بكره صعبه، احنا لسه هنبتدي نبص بقى على الفرقه، لو معانا ماتشات ليها هنبتدي نبص، حتى لو ربنا ما وفقناش بكره بس نقدر نحسن من النتيجه بتاعتنا ونلعب لاخر البطوله، ما نبقاش خارجين يعني ما نبقاش بنلم شنطنا وماشيين دلوقتي، لا احنا مكملين وموجودين وقدنا والحمد لله، بس التاهل كان على اخر لحظه، بس الحمد لله قدرنا نحسمه، وده كان من الشوط الاولاني كمان يعني، الحمد لله بدانا ايه نفوق يعني. مي اقول لك على حاجه، انت لو لعبتوا زي النهارده هتكسبوا ان شاء الله. صح، ان شاء الله. يعني انتوا لو لعبتوا يمكن شافت الماتش اللي قبلنا قالت لنا كده، قالت لنا مش بعيده ونقدر نجيبها، فعلى الله يا رب يا كابتن عايز. لو دفعتوا بس زي النهارده يا مي، لو دفعتوا بس وجريتوا فاست بريك زي النهارده هتكسبوا بكره ان شاء الله. صح، ان شاء الله. مي هشام كابتن الفريق بشكرك والف مليون مبروك. كابتن نجلاء لا هي خلاص فصلت. كابتن نجلاء راي حضرتك ايه على كلام مي؟ هو زي ما احنا قلنا في الاول ان هو درسوا الفريق كويس. صحيح، درسوا، وبعدين التصميم عندهم، لما بتقول لك احنا قعدنا بالليل ندرس كل واحده تدرس حتى كابتن محمد